مرحبا أصدقائي، نشكر لكم تفاعلكم معنا ونقدم لكم اليوم الرسالة الرابعة، نرجو أن تنال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو. سيدتي، مع أنني لم أكن يوما بارعا بالكتابة، لكنني سأكتب لك. حرفك الرقيق كخيط نور تسلل من خلال غيوم حزني وكسر حلقة ظلمتي. أتعلمين ما معنى الموت؟ ما معنى أن يرحل شخص عزيز؟ شعرت سيدتي كأنما الموت معناه أن نشتاق ونشتاق دون ما أن يكون لشوقنا نهاية، ودون ما أمل بلقاء. هذا الحزن الكبير علينا أن نستسلم له، أن نبكي حينا، أن نصمت ونبتعد حينا آخر، لأنه سيدتي داخلنا، مقاومته لن تجدي نفعا. علينا أن نتعايش معه. سأحاول بدءا من اليوم أن أتعايش معه بالكتابة. سأكتب لك من أجلي، ولكن أنت أيضا أكتبي لي من أجلي، فأنا بحاجة لك ولكلماتك. انتظار رسائلك يمنحني شعورا عذبا. لم أتوقع يوما أن تمنحني الكلمات هذا الشعور بالرضا والسكون. أخيرا أعذري تطفلي واسمحي لي أن أسألك، من أنت؟